شعور الأذى والخزي وفقدان الأمان مؤلم. لو أنت أب أو أم، حاولوا ما تصدروش الشعور ده لأولادكم، لأن الأكيد عقاب ربنا ليس بهين، وكل راعي مسؤول عن رعيته، وما ترجعوش تندموا وتقولوا عقوق. قبل ما توصم ابنك أو بنتك بأنه عاق ليك، اسأل نفسك ليه هو عاق؟ إيه الأسباب والدوافع لعقوقه بيك؟ قبل ما ابنك يخبي منك أكل أو يرفع صوته، افتكر معاملتك وتربيتك أنت ليه. قبل ما تقولي لبنتك إن الجنة تحت أقدام الأمهات، افهمي أنت الأول، أنت من الأمهات دول ولا لأ؟ قبل ما تحاسب غيرك حاسب نفسك. قبل ما تعاير غيرك بعيوبه، بص ثانية على عيوبك. قبل ما تسقط مشاعرك السلبية على غيرك وتتهمه وتصدر أحكام ضده، افتكر نفسك مش هتخسر حاجة. حاسبوا نفسكم قبل ما تحاسبوا أولادكم. الغلب والقهر على وشوشهم، تفكيرهم في إنهم يسيبوا البيت وبطرق غير مشروعة أو يسيبوا الدنيا ويرحلوا منها، حرام. اليتم اللي مالي عيونهم بالخزي والخزلان، حرام. خافوا من الآخرة ومن ربنا، ما تخلوش ولادكم نايمين مش مطمئنين وخايفين من بكرة، وإنكم عادي وبسهولة تضعوهم.